بالمناسبة بنروح مع حضراتكم لفقرتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة، لموضوع هيكون مهام الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في الإشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. بيسعدنا للحديث عن هذا الموضوع هيكون في ضيافتنا النهاردة مشرفنا دكتور أحمد عبد الحميد أبو راس، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات بأسوان. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا. أهلا بك يا فندم. دكتور، في البداية حابين ان احنا نعرف السادة المشاهدين بالدور اللي بتقوم بيه بالهيئة الوطنية العليا للانتخابات، تكوينها وهيكلها والأهداف المنوطة بيها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعرف دور الهيئة وايه هي الهيئة وأهم أعمالها وسماتها وتكوينها وهيكلتها. الهيئة أنشأت الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أعمالا لنصوص دستور 2014، والذي نص المادة على 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة ذات سيادة مستقلة دون غيرها بإدارات الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. هيكلتها تتسم في رئيس الهيئة وهو المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقد، وعشر أعضاء من القضاء وهيئات القضائية، ورئيس الجهاز التنفيذي أحمد البنداري، وأعضاء وجهات هيئات قضائية أخرى في مصر دون التدخل من جهات تنفيذية. وبيكون رئيس المحكمة رئيس الهيئة هو أقدم واحد في محكمة النقد، أقدم شخص. بعد كده هنكون أبرز أحكام قانون السالف الذكر اللي هو مادة 210 من الدستور من 2014 لحد 2024 أن يتم الاستقلال التام سواء فني أو إداري أو مالي للهيئة، التزام الهيئة بالإشراف التام على الانتخابات والاستفتاءات، لا يجوز التدخل في أعمال واختصاصات الهيئة اتجاه الانتخابات، والحيادية التامة للانتخابات، ضمان الهيئة لحق الناخب في دور الكامل للاقتراع، إلزام الهيئة بالوقوف بجانب جميع المرشحين والناخبين خلال الاقتراع سواء الاستفتاء أو الانتخابات. وهنا يتم الحيادية وتتسم بالحيادية، تنظيم كيفية جميع الطعون على قرارات الهيئة أمام القضاء، عدم انتباه رئيس وأعضاء الهيئة لأي ميول سياسي أو ائتلاف حزبي، نزاهة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي بنوابه وأعضائه والعاملين به، عدم قيام أي حالة من حالات التضارب في المصالح في حقهم. هنا في قرارات الهيئة وطعون وقراراتها يتم الطعن في على قرارات الهيئة في المحكمة الإدارية العليا، واختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات ونتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية. انت بعد الانتخابات ما بتتم بالظبط النتائج بيمكن الطعون عليها من بالزبط. خلال الهيئة في محكمة الإدارية العليا طبعا في انتخابات الرئاسة الجمهورية أو النيابية أو الاستفتاء. تمام. أما الانتخابات المحلية بتكون اختصاص الفصل فيها في الطعون أمام المحكمة القضاء الإداري، محكمة القضاء الإداري. في قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة، وده نشر بالجريدة الرسمية وتم العمل به يوم 2/8/2017. القانون ده اللي كما ذكرنا إن هو الاستقلال التام سواء فني أو إداري أو إلزام، الكلام ده كله. تمام. نأتي هنا لأهم سلطات الهيئة وأهم أعمالها. أهم سلطات الهيئة التنفيذ على عملية الاستفتاء والانتخابات وفقا لمعايير والتعارف عليها دوليا سواء في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية. أحلى حاجة في الهيئة وإنشاء الهيئة العليا للانتخابات أولا أن كلها من هيئة قضائية بالضبط، وأهم حاجة أن هم ابتدوا يواكبوا تطوير الدولي للقوانين سواء في الرئاسة الجمهورية أو في النيابية أو في المحلية. يعني حتى المحلية ابتدوا يطوروا في القوانين أو يعدلوا مواد تسهل على الناخب والاقتراع في اللجان. وبعدين أقدم قاضي نقد ده يعني أكثرهم خبرة قيمة قضائية عالية جدا طبعا. وأهم حاجة
ثلاث حاجات لازم تتسم بيها: الحياديه، الاستقلال، النزاهه. طبعا الثلاثه دول لازم يتوافروا في اعضاء العشره عشان كده هم هيئات قضائية، لأن بمجرد بالظبط. ما بتذكر الهيئات القضائية هي الشفافية والنزاهة والحيادية. بالظبط. اهم السلطات بقى زي ما ذكرنا قبل: تنفيذ العمليات الاستفتاء وانتخابات وفقا للمعايير والتعارف عليها دوليا، سواء في الانتخابات الرئاسيه والنيابيه والمحليه، دعوه الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، تحديد موعدها، وضع جدول زمني لكل منها، فتح باب الترشيح، وتحديد مواعيد الخاصه سواء بالكشف الطبي للمرشحين او بدء الصمت الانتخابي او الاوراق المطلوبة وشروط الواجب توفرها للمرشح. طيب أنا عايز أسأل حضرتك بقى على التسهيلات ده الهيكل العام للهيئة، عايز أسأل عن التسهيلات بقى اللي بتقدم للمواطنين علشان تتم العملية الانتخابية بنجاح. التسهيلات اللي تقدم للمواطنين، حضرتك دلوقتي منزلة 4 أو 5 تسهيلات، 4 أو 5 شروط. أولا عشان تعرف لجان الاقتراع بتاعتك، أولا من بوابة إلكترونية للهيئة العليا للانتخابات، ثانيا البريد الإلكتروني بتاعها، ثالثا الخط الأرضي 141 للاستعلام، الخط الساخن ثالثا رسالة نصية على 51 51. ده غير بعض الأحزاب بيتم الكشوف، بتجمع كشوف الناخبين لتسهيل مؤيدينهم أو ترشيدهم أو توعية أو تثقيفة المواطن، سواء هل الحزب ده مرشح ام لا. بعد كده التسهيلات اللي بتتم من الهيئه العليا للانتخابات في تحديد موعد منها للترشيح واعلانهم باعلان ميعاد التنازل عن الترشيح ده وتقديم بالنسبة للمرشحين. للمرشحين. ما المرشح طول ما هو عارف مواعيد الترشيح والطعون وكل الشروط. بيوعي الناخب في كل حاجه، في نشرات التثقيفيه اللي هو التواصل الاجتماعي، في عن طريق الحزب، عن طريق اللجان السياسيه، عن طريق المجتمعات الميدانيه والقوميه، بتتم في كذا صوره. طيب التعاون بقى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات مع الجهات المجتمعية داخليا وخارجيا والجهات الرقابية اللي بتيجي بتراقب على الانتخابات، تقنين المسألة دي لأنها لازم تتم بمنتهى الشفافية ومنتهى الدقة في نفس الوقت علشان ما يكونش في تجاوزات، ما يكونش في اختراقات، وما يكونش في منع للجهات الرقابية الدولية بالتحديد علشان ما يجيش بعد كده يقول لك ايه حقوق اصل الإنسان الانتخابات وحقوقها ودي ما انتخابات بنواجه فاسدة كده. وغيره. فمسألة التقنين وان هو يكون عنده حزم وحسم وفي نفس الوقت عنده مرونة في التعامل مع هذه الجهات وهذه الهيئات. والله تم وضع قواعد منظمة متبعة للاستفتاءات والانتخابات من جانب الوسائل الإعلام والمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وغيرها من وكلاء المرشحين، ومراقبة مدى التزام بذلك بالقواعد، التعاون الهيئة مع الجهات وتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة سواء الاستفتاء أو الانتخابات، ويأتي هذا عن طريق الاستعانة بالمنظمات المجتمع المدني. وهنا بقى هنبتدي التعاون: منظمات المجتمع المدني، النقابات المهنية، العمالية، وسائل الإعلام وغيرهم من مجالس القومية. هنا نبدأ اللعب على النقابات المهنية، النقابات العمالية، المجتمع المدني اللي بيصور في الجمعيات الأهلية والقومية والمجتمع والجمعيات القومية في دور ائتلاف حول الشعب. ليه بقى؟ إن إحنا هنا معظمنا بطبيعتنا طبيعة العاطفة. يعني إحنا هنا الحس على إن ده واجب وطني، واجب لابد من تأديته، زي الجندي، زي الطبيب، زي المدرس. أنت كمواطن عليك حق الانتخاب، ليك ما ليك، عليك ما عليك، بس بس لازم تنتخب. بشعر ان الهيئات الوطنيه سواء اذا كانت الجمعيات الاهليه او النقابات العماليه ما عندناش معاها مشكله، احنا دايما بتبقى مشكلتنا مع المؤسسات الدوليه اللي بتبقى جايه من بره للاشراف على الانتخابات. ما هنا في تعاون دولي، ابتدى في تعاون دولي وبروتوكول دولي بالهيئه، ورحبت الهيئه بالفكره دي في التعاون الدولي، سواء باكتساب الخبرات والقوانين الدوليه
في سواء في عمليات الانتخابات والاستفسارات ومقارنة بالقوانين المحلية للهيئة. لازم يبقى عنده وعي بالقوانين الدولية والقوانين الداخلية بالضبط، في عشان يحصل دمج ما بينهم. ده بدأت على آخر 10 سنوات تعديل وفي المواد ومواكبة العصر عن طريق التطور الدولي وربطه بالمحلي. تمام. لو جينا نتكلم مثلا يا استاذ احمد يا دكتور احمد عن دور الاعلام ودور الاعلام في توعيه الناخب، افتكر ان هو الدور المباشر الاول اللي فعلا. بيواجه الناخب علشان يقدر ان هو يوجهه للجان والدور اللي بيقوم بيه ورساله الوعي في الاساس. لو حبينا ان احنا نلقي الضوء على الربط بين دور الاعلام وبين مهام الهيئه الوطنيه للاعلام. واجب التوافر والشروط للمرشح من حيث ما تنص به الهيئة العليا للانتخابات من شروط يتم شرحها في وسائل الإعلام وعن طريق بوابتكم الموقرة والإعلام، سواء الإعلام المرئي أو السمعي. مثلا زي الشروط الواجب توفرها في المرشح: أن يكون مصري من والدين، أن يكون قد حمل أي ألا يكون قد حمل أي من والديه أو زوجته جنسية أخرى، أن لا يكون أن سبق عليه حكم جنائي أو جريمة مخلة بالأداب والشرف، وأن يكون حاصل على مؤهل عالي. هناك في طريقتين وضعتهم الهيئة العليا للانتخابات لسنة 23، الشرطين دول لازم يتم تواجدهم في المرشح، اللي هو عن طريق اتباعهم في انتخابات 23، جمع توكيلات أو جمع التوكيلات سواء عن طريق المجلس النواب وده يتمثل في 20 نائب أو عن طريق 25,000 توكيل، عن طريق 15 محافظة وألا يقل في المحافظة عن 1000 توكيل، وده اللي تم بالفعل السنة دي في الانتخابات 23 اللي هتجري في شهر ديسمبر إن شاء الله، شهر ديسمبر الجاري إن شاء الله القادم، اللي هو حصل عليه المرشح الرئاسي سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، حصل على أزيد من 25,000 توكيل من محافظات مختلفة، وحصل على أزيد من 20 نائب يعتبر الكتلة العليا في المجلس. نأتي هنا لأن التوعية بقى إن هي وسائل الإعلام بقت تنشر الكلام ده كله للناخب، الناخب عارف ليه وما عليه. هنا في قنوات بتبث الكلام ده والشروط دي، بتعرف للناخب هو رايق المرشح مين، بتعمل عملية وعي طبعا. وعي للتثقيف بتاعته، بتنشر الشروط الواجب توفرها، وفي وبرضه لمن يحق له الانتخاب، للي هو سن اكبر من 18 عام، 18 سنة للي هو ما يكونش عليه حكم تهرب ضريبي، حكم جريمة جنائية، لان هو ما يكونش عليه حكم مخل بالاداب، مهنة الشرف، الكلام ده كله. طيب يعني احنا طبعا واحنا بنتكلم عن الاعلام ما بنقدرش ان احنا ننسى ايضا دور مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في نشر ايضا التبصير بالعمليه الانتخابيه واهميتها في المجتمع، وازاي ممكن ان احنا نستفيد من دورها بان احنا نركز على الايجابيات ونتلافى السلبيات. التواصل الاجتماعي بقت في كل بيت مصري طبعا، بل في كل شارع، في كل ايد شخص، في كل ايد شخص. لو انا دلوقتي بقول ان انا ببث من لندن في التواصل الاجتماعي هنصدق، بالظبط ببث من السعوديه انا ورايا الكعبه هنصدق. عشان كده هي سلاح ذو حدين. بس احنا يعني ربنا يحمينا من الناس يعني اللي هي نفسها شريره شويه ومريضه، ما بتبصش للمصلحه العامه، مظبوط، دايما نظرها للمصلحة الشخصية، لفئة معينة، حزبية معينة، مش
للمصلحة لا عندها اجندات وعندها أجندات زي ما أنت قلت فاحنا حضرتك. عايزين ناخد الجانب الايجابي ونركز عليه. الجانب الإيجابي منه إن هو ننشر على التواصل الاجتماعي سواء في السوشيال ميديا أو في فيديوهات أو حس المواطن على الاقتراع وعلى أهمية الدور والمرسم اللي احنا داخلين عليه. ليه؟ إن هو الهيئة العليا للانتخابات بما فيها وبما عليها وبما لديها يعني طورت جميع وعدل جميع القوانين اللي تسهل الاقتراع للناخب. مظبوط، حتى هي اسمها الهيئة الوطنية العليا للانتخابات الانتخابات. يعني. وفي آخر 10 سنين بقيت تطور وتطور وتطور. ده يتم عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق الفيسبوك، التويتر، الانستجرام، الواتس، الايمو، اي مواقع تواصل اجتماعي، في جروبات، في لازم لابد من الناس حث توعي بعضها. ولابد من حث ولابد من يعني دلوقتي من خلاص اقتراب الماراثون الانتخابي لابد من الاغاني الوطنيه، حث الشعب، التحفيزية طبعا. التحفيزيه للشعب وللناخب باني هو داخل على صرح عظيم. تمام، احنا بنشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا، يا فندم. شرفتنا شكرا يا فندم. ونورتنا، وبنشكر دكتور شكرا يا احمد عبد فندم. الحميد ابو راس رئيس جهاز الرقابه على المصنفات باسوان، شكرا جزيلا لحضرتك شكرا يا فندم. شرفتنا. شكرا شكرا سيد. شكرا. مشاهدينا بنوصل مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده، هنقابلكم على خير غدا ان شاء الله ولقاء جديد وصباح طيب، نتمنى دائما ان تكون اخبار طيبه. في النهايه بنقول لكم ارق تحيات اسره البرنامج وتحياتي، شكرا لكم والى اللقاء.